بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى بين من هم أولياء الله، وذلك في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن الإيمان بالله والتقوى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأولياء الله هم الذين يتبعون رسول الله فيفعلون ما أمرهم به ويتركون ما نهاهم عنه، لأن هذا معنى التقوى. فالتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. هؤلاء هم أولياء الله. أما من يدعى أنه من أولياء الله وهو ليس من المؤمنين المتقين المطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن. فليست المسألة بالدعوة، وإنما المسألة بالحقيقة. فإذا قيل هذا ولي ننظر في عمله، هل هو مطيع لله ورسوله يتقي ربه سبحانه، فهذا ولي لله عز وجل، أو هو عاص لله ورسوله مخالف للشريعة فهذا ليس وليا لله، وإنما هو من أولياء الشيطان. نعم. فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجر، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم بملائكته وروح منه، ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم. نعم. فهؤلاء يؤيدهم الله، أيدهم الله بروح منه، بقوة إيمانية وبنور في قلوبهم. وهذا كما سبق في قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هؤلاء هم أولياء الله الذين يوالون في الله ويعادون في الله، يحبون في الله ويبغضون في الله. هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. أما الذي ليس عنده فرق بين المؤمن والكافر، كلهم عنده سواء، وبين المطيع والعاصي، فهذا ليس وليا لله، هذا ولي للشيطان. نعم. ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. نعم. وأولياء الله أيضا يمدهم الله بالإيمان، قوة الإيمان والنور الذي يجعله الله في قلوبهم، يميزون به بين الحق والباطل، ينظرون بنور الله سبحانه يميزون. وهؤلاء تكون لهم كرامات، والكرامات يعني ما هو من لازم، ليس بلازم أن الولي تكون له كرامات، لكن قد تكون له كرامات. والكرامة هي الأمر الخارق للعادة، يجريها الله على يد الولي، إما للحجة
لإقامة الحجة على المخالف وبرهان على صدقه، وإما لحاجة بالناس، وهذا يأتي شرحه إن شاء الله. فالكرامة تكون إما لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، وهي الأمر الخارق للعادة الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالأمر الخارق للعادة إذا جرى على يد نبي فهو معجزة، وإذا جرى على يد ولي فهو كرامة، وإذا جرى على يد كافر فهي خارق شيطاني وليست كرامة. وهذا كما سبق بيانه وتفصيله، فإن الكفرة والسحرة وأتباع الشياطين يكون لهم خوارق أيضا، يطيرون في الهواء ويمشون على الماء ويدخلون النار وغير ذلك ولا تضرهم، هذا كله من أعمال الشيطانية، المخاريق الشيطانية، فلا يغتر بها ما دام أنهم ليسوا من المؤمنين المتقين المطيعين لله ورسوله. فهذه الخوارق إنما هي خوارق شيطانية من باب الابتلاء والامتحان، تخدمهم الشياطين فتطير بهم في الهواء، تمشي بهم على الماء، تحضر لهم الأشياء البعيدة، تخدمهم الشياطين، فليسوا أولياء لله، ولا يغتر بما معهم من الخوارق. أما إذا جرى الخارق على يد مؤمن تقي فهذه كرامة من الله جل وعلا، أعانه الله بها وأمده بها. فكرامات الأولياء ثابتة بالقرآن وبالسنة، أما في القرآن فكما في قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم من الأمر الخارق للعادة، وكما في قصة مريم أنها يأتيها رزقها وهي في مصلاها لا تخرج ولا تذهب، ويأتيها رزقها كلما دخل عليها زكريا المحراب أي المصلى الذي اعتزلت فيه واحتجبت فيه عن الناس، وجد عندها رزقا مع أنه ما يدخل عليها أحد ولا يأتيها أحد. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا من الكرامات، لأن مريم صديقة كما قال الله جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، فهي من أولياء الله، فالله يرزقها وهي في مصلاها. هذا من الكرامات التي يجريها الله على يد عبد تقي مؤمن من عباده لحاجته إليها أو لأجل أن يحتج بها على المخالفين. نعم. وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين. وليس بلازم أن الولي يكون له كرامة، ما هو لازم، لكن الله جل وعلا قد يجريها عند الحاجة إليها، إما للاحتجاج على المخالفين أو للحاجة في الناس، وهذا يأتي بيانه. نعم. وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، وليست لأجل الفتنة كالخوارق التي عند السحرة والكهان وعملاء الجن والشياطين، هذه ليست لا لحجة في الدين ولا لحاجة بالمسلمين، وإنما هي شر وفتنة. نعم. كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك. فالخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهي معجزة، وإن جرى على يد ولي فهو كرامة، وهو في نفس الوقت معجزة للرسول، لأن الولي ما حاز على ذلك ولا حصل عليه إلا باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. فكرامات الأولياء معجزات للأنبياء. نعم.
وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم مثل انشقاق القمر. من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، لما اقترحوا عليه المشركون أن يشق القمر، فالله جل وعلا شق القمر فجعله فلقتين، فلقة على أبي قبيس وفلقة على قعيقعان، وصار الناس ينظرون إليه. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. لما انشق القمر قالوا: سحرنا محمد، هذا سحر وليس معجزة له. نعم. وتسبيح الحصى في كفه، سبح الحصى في كف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سمع الناس تسبيحه، هذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإتيان الشجر إليه، نعم، لما ذهب لقضاء حاجته، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لحاجته يستتر، فلم يجد شجرة استتر بها إلا شجرا متفرقا، فدعاه فاجتمع، دعاه صلى الله عليه وسلم فاجتمع له واستثر به عليه الصلاة والسلام بأمر الله، هذه معجزة رآها الناس. من حديث جابر الذي ذهب معه يحمل معه الماء رأى هذا. نعم. وحنين الجذع إليه، حنين جذع النخلة إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يخطب على جذع نخلة يتكي عليه حال الخطبة، ثم صنع له منبر، صنع له منبر فصار يخطب على المنبر، فحن الجذع إليه، صاح كما يصيح الغلام الطفل الصغير من أجل أنه فقد الذكر الذي كان يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع الناس حنين الجذع، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وإخباره صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بصفة بيت المقدس، ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، الإسراء إلى بيت المقدس وبينه وبين المسجد الحرام مسافات، وعروجه إلى السماء ثم نزوله إلى بيت المقدس ورجوعه إلى مكة في ليلة واحدة، فأصبح وحدث الناس بذلك، فحصل فتنة عظيمة، وفرح المشركون في التنفير من رسول الله، وقالوا إنه كذاب، كيف يذهب في ليلة واحدة ويأتي إلى بيت المقدس ونحن نضرب أكباد الإبل كذا وكذا من المدة والمسافة، فأظهروا كذب النبي صلى الله عليه وسلم، وأثروا على ضعاف الإيمان، أثروا على ضعاف الإيمان. أبو بكر رضي الله عنه لما قالوا له: أما علمت بما قال صاحبك؟ قال: لا. قالوا: إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وعاد في ليلة واحدة. فقال رضي الله عنه: إن كان قال هذا فقد صدق، إن كان قال هذا فقد صدق عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، يصدقه في الوحي، فكيف لا يصدقه بهذه الحادثة الغريبة؟ هذا قوة الإيمان واطمئنان الإيمان في القلب الذي لا يتزحزح عند الفتن. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس، طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس لأنهم يعرفون علاماته وهو قائم يحدثهم عن ذلك، فرفع الله بيت المقدس وجعله أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو في مكة ويصفه لهم، فعند ذلك حيرهم وبهتهم عليه الصلاة والسلام، هذا من معجزاته
عليه الصلاة والسلام. نعم. وإخباره صلى الله عليه وسلم بما كان وما يكون. من معجزاته صلى الله عليه وسلم إخباره بما يطلعه الله عليه من الغيوب الماضية والمستقبلة، يخبر عن الغيوب التي أطلعه الله عليها. الله هو الذي يعلم الغيب، ولكن يطلع أنبياءه على شيء من الغيب، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله يطلع الأنبياء على شيء من الغيب ليخبروا به الناس لأجل إقامة الحجة عليهم. هذا من المعجزات، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أخبر صلى الله عليه وسلم عن الأمم الماضية، وأخبر عن المستقبل. نعم. وكان خبره عن المستقبل وعن الماضي يأتي كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. وإتيانه بالكتاب العزيز. وحتى أنه لما انشق القمر وكذبه أهل مكة، جاء المسافرون من البراري وأخبروا أنهم رأوا القمر انشق في تلك الليلة. نعم. وإتيانه بالكتاب العزيز. هذا أعظم المعجزات، أعظم المعجزات هذا القرآن الذي أتى به وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وجاء بهذا القرآن الذي أعجز الجن والإنس. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية نزلت في مكة قبل الهجرة، تحداهم وهو في مكة، لا يأتون بمثله، يعني لا حاضرا ولا مستقبلا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن هذا للمستقبل، ولن تفعلوا إلى أن تقوم الساعة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تحداهم الله أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، تحداهم الله أن يأتوا بسورة فعجزوا، عجزوا أن يأتوا بمثل قل هو الله أحد إذا جاء نصر الله والفتح، عجزوا أن يأتوا بمثله، بمثل والعصر إن الإنسان، عجزوا أن يأتوا بمثله. فهذا أعظم البراهين، وهذا هو المعجزة الباقية. القرآن هو المعجزة الباقية المستمرة إلى أن تقوم الساعة، فهذا هو أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الشيء القليل من الطعام والشراب، فكان إذا وضع يده في الطعام أو دعا فإن الطعام القليل يشبع الجماعات الكثيرة ويبقى منه. إذا كان الناس عطشا وليس عندهم ماء في الصحارى في الأسفار، فإنه صلى الله عليه وسلم يضع يده في الماء القليل حتى يفور من بين أصابعه فيكفي الناس الحاضرين معه، وهذا سيأتي ذكر هذه الأشياء. فيشربون ويتوضعون من ماء أصله قليل، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة، كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص، في حديث أم سلمة رضي الله عنها المشهور. نعم. في غزوة الخندق، والخندق المراد به الحفر الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة ليمنع المشركين من دخول المدينة لما غزوا رسول الله
بقعة الأحزاب، أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يحفر خندقا حول المدينة، فحفره هو وأصحابه، فلما وصل المشركون لم يستطيعوا تجاوزه، وقالوا هذه مكيدة لا تعرفها العرب، هذه مكيدة يعني حفر الخندق لا تعرفها العرب، فنفع الله بهذا الخندق. وكانوا يحفرون الخندق ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم يحفر، فكأن أم سلمة أم أنس رضي الله عنه، أم أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، رأت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فذهبت وصنعت شيئا من الطعام وقالت لأنس ادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه فذهب فوجدها قد عملت شيئا قليلا من الطعام، فأرسل أنس يدعو أهل الخندق كلهم، كل أهل الخندق يزيدون على الألف، فوضع يده صلى الله عليه وسلم في هذا الطعام فأكلوا كلهم وشبعوا وبقي منه بقية، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وأروى العسكر في غزوة خيبر مما زادت ماء ولم تنقص. نعم، المزادة هي القربة الكبيرة، وهم غزو كثيرون ما تكفيهم المزادة ولا المزادات، لكنه صلى الله عليه وسلم عمل عملا بارك الله فيه فزاد هذا الماء حتى كفى العسكر كلهم. نعم. وملأ أوعية العسكر غعامة تبوك من طعام قليل ولم ينقص، وهم نحو 30,000 في غزوة تبوك، الغزو نحو 30,000 مقاتل، قلت أزوادهم وخشوا من الجوع، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا ما معهم، فجمعوه على بساط، فدعا صلى الله عليه وسلم عليه وبرك فقال خذوا، فجعلوا يأخذون لمنازلهم، يأخذون من هذا الطعام لمنازلهم ورحالهم، حتى أنهم أخذوا كلهم ما يكفيهم، أخذوا كلهم ما يكفيهم وبقي بقية. نعم. ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه. نعم. ولما كان الماء قليلا لا يكفي الناس لوضوئهم وشربهم وطبخهم، وضع صلى الله عليه وسلم يده فيه فجعل يفور من بين أصابع يده، والناس يستقون حتى ملأوا أوعيتهم من الماء وأخذوا حاجتهم، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه، في عدة مرات يعني ليس في مرة واحدة. نعم. كما كانوا في غزوة الحديبية نحو 1400 أو 500. غزوة الحديبية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للعمرة فصدهم المشركون ونزلوا على غير ما في الحديبية، وهي على حدود الحرم من جهة الغرب متصلة بالتنعيم، فالماء قل معهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم حتى أنزل الله البركة في الماء وكفاهم. نعم. ورده لعين أبي قتادة رضي الله عنه حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه. نعم. أبو قتادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في بعض الغزوات في عينه وخرجت عينه، فردها النبي صلى الله عليه وسلم في مكانها حتى أبرأها الله وصارت أحسن عينيه. نعم. ولما أرسل محمد بن مسلمة رضي الله عنه لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها فبرئت. كذلك
كعب بن الأشرف اليهودي الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه ليقتله، ذهب وقتله، ولكنه سقط رضي الله عنه فانكسرت رجله، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم فبرئت كأن لم يصبها شيء. نعم. وأطعم من شواء 130 رجلا، كلا منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعهم ثم فضل فضله. نعم. وكذلك اللحم، لحم قليل من شاة واحدة، وهم كثيرون، النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقطع لهم من هذا اللحم حتى شبعوا كلهم وبقي منه بقية. نعم. ودين عبد الله أبي جابر رضي الله عنهما لليهودي وهو 30 وسقا. قال جابر وسقا. نعم. وهو 30 وسقا. قال جابر فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي كان له فلم يقبل، فمشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لجابر رضي الله عنه جذ له حتى وفاه 30 وسقا وفضل 17 وسقا. ومثل هذا. نعم. نعم. وكذلك قصة دين عبد الله بن حرام رضي الله عنه الذي استشهد في وقعة أحد، والد جابر بن عبد الله، كان عليه دين ليهودي وهو 30 وسقا من التمر، والوسق 60 صاعا، مبلغ كبير، وثمرة النخل قليلة، فطلبوا من اليهودي أن يأخذ ثمر النخل وينتهي، فأبى إلا أن يأخذ دينه كله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومشى في حائط عبد الله وقال له جد له، فجعل يجد له حتى وفاه 30 وسقا وبقي 17 وسقا. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثل هذا كثير قد جمعت. مثل هذه المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، إنما هذه نماذج منها. نعم. ومثل هذا كثير قد جمعت نحو 1000 معجزة. نعم. جمع له صلى الله عليه وسلم نحو 1000 معجزة تسمى بدلائل النبوة، ومنها كتاب دلائل النبوة للبيهقي، دلائل النبوة للبيهقي ولأبي نعيم وغيرهم. نعم. وكرامات الصحابة رضي الله عنهم. هذه معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمثلة منها. أما كرامات الأولياء، كرامات أصحابه صلى الله عليه وسلم، فهي كثيرة أيضا. نعم. وكرامات الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا. ليست الكرامات مقصورة على الصحابة، بل تجري على التابعين وأتباعهم وسائر المؤمنين. نعم. مثل ما كان لأسيد بن حضير رضي الله عنه يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج، وهي الملائكة نزلت لقراءته. نعم. أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقوم من الليل ويقرأ القرآن، وكان له صوت حسن، فقام يقرأ من الليل يصلي ويقرأ، فنزل عليه شيء مثل الظلة من السماء فيه أمثال السرج، فيه أمثال السرج، فلما رأتها الفرس وهي مربوطة نفرت حتى كادت أن تطأ ابنه يحيى. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال هذه الملائكة نزلت تستمع لقراءتك، ولو أنك استمريت لاستمرت حتى يراها الناس. فهذا من كرامات أسيد بن حضير رضي الله عنه، نزول الملائكة تستمع لقراءته. نعم.
وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حسين رضي الله عنهما. ومن كرامات الأولياء تسليم الملائكة عليهم الصلاة والسلام على عمران بن حسين الصحابي الجليل. نعم. وكان سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما يأكلان في صحبة فسبحت الصحبة أو سبح ما فيها. ومن كرامات الأولياء ما حصل لسلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما أنهما كانا يأكلان من صحفة فسمع تسبيح الصحفة أو تسبيح الطعام. الله جل وعلا قال: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تارة يظهر الله ذلك لأجل كرامة الولي. نعم. وعباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف الصوت فلما افترق افترق الضوء معهما. رواه البخاري وغيره. وعباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل فخرجا من عنده يريدان الذهاب إلى مساكنهما وكانت ليلة مظلمة فسطع لهما نور كالصوت يمشي معهما ولما افترق انقسم النور مع كل واحد منهما. هذا من كرامات الأولياء. نعم. وقصة الصديق رضي الله عنه في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر وامرأته رضي الله عنهما فإذا هي أكثر مما كانت فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا. وهذه أيضا لأبي بكر رضي الله عنه أنه ذهب بثلاثة أضياف وليس عنده إلا شيء قليل فبارك الله في طعامه وصار لا ينقص بل يزيد كل ما أكلوا منه زاد حتى أخذ بقيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منها وأكل معه ناس كثيرون. هذا من تكثير الطعام وهذه كرامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وخبيب بن عدي رضي الله عنه كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبه. وهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه أسره المشركون وذهبوا به إلى مكة ودفعوه إلى جماعة من أهل مكة. كان خبيب قد قتل أباهم دفعوه إليهم فحبسوه وسجنوه ولم يكن عنده طعام فكان يؤتى بالعنب في سجنه وليس في مكة عنب. معروف مكة ليس فيها عنب. هذا من كرامات الأولياء. نعم. وعامر بن فهيرة رضي الله عنه قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل رضي الله عنه وقد رفع. عامر بن فهيرة هذا مولى أبي بكر الصديق الذي كان مع أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان عامر بن الطفيل الخبيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يبعث معه جماعة من القراء ليعلموا قبائل العرب وهدفه من ذلك الغدر والخيانة. ذهب معه 70 من أهل الصفة وأوعز إلى المشركين فأحدقوا بهم في منزلهم وقتلوهم رضي الله عنهم قتلوهم. عامر بن فهيرة منهم قتل استشهد
ورأى عامر بن الطفيل الخبيث، رأى جثة عامر بن فهيرة ترتفع إلى السماء، ترتفع إلى السماء يعني ترفعها الملائكة، ثم إنه لم يعثر له على جثة بعد ذلك، بحثوا عنه فلم يجدوه، استلمته الملائكة ودفنته الملائكة. فهذا من كرامات الأولياء. نعم. وعامر بن فهيرة رضي الله عنه قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل يعني التمسوه ليدفنوه، تمسه المسلمون ليدفنوه فلم يجدوه مع القتلى، لا يدرى أين ذهب. نعم. وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع رضي الله عنه، وقال عروة فيرون الملائكة رفعت. قال عروة بن الزبير. نعم. قال وقال عروة فيرون الملائكة رفعت، يرون أن الملائكة كذا. نعم. دفنته. نعم. لكن عندكم أن أي؟ نعم. يرون أن الملائكة دفنته. نعم. يرون أن الملائكة دفنت. نعم. في بعض النسخ رفعت. لا، هو رفعته الملائكة، لكن أيضا الدفن قضية أخرى. نعم. عفى الله عنك. وخرجت أم أيمن رضي الله عنها مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء، فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته، فإذا دلو معلق، فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. هذه أم أيمن الحبشية التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه وحضنته عليه الصلاة والسلام، وتزوجت بزيد بن حارثة وولدت له أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع. خرجت مهاجرة وليس معها شيء، فارة بدينها من أهل مكة وليس معها شيء، وكانت صائمة، فلما حضر الإفطار ليس معها لا ماء ولا شيء، فأبصرت بدلو معلق بين السماء والأرض فوق رأسها فشربت منه، فأذهب الله عنها الظمأ ولم تظمأ بعد ذلك لبقية حياتها. هذا من معجزات، من كرامات الأولياء. ربما يسأل سائل فيقول خرجت ليس معها محرم، نقول هذه ضرورة، إذا خرجت المرأة مهاجرة هذه ضرورة يعفى عن المحرم لأنها فارة بدينها. نعم. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده. نعم. وهذا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ركب في السفينة، السفينة خربت في البحر أو انكسرت، فهو تعلق في لوح منها حتى وصل إلى جزيرة، فخرج في الجزيرة فإذا بالأسد، إذا بالأسد، والأسد جائع، وخشي سفينة أن يفترسه، فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطرق الأسد برأسه، ثم جاء يدله على الطريق حتى خرج من البحر والأسد معه يدله على الطريق. نعم. هذا من كرامات الأولياء. نعم. والبراء بن مالك رضي الله عنه كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه. البراء بن مالك رضي الله عنه وكان رث الهيئة لا يعتني بنفسه، وكان من العباد الزهاد الأتقياء، وكان إذا أقسم على الله أبر الله قسمه، فكانوا في الغزو إذا اشتد بهم الأمر طلبوا منه أن يقسم على الله أن ينصرهم فينصرون. وقد قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره
منهم البراء بن مالك، منهم البراء بن مالك هذا. في آخر الأمر، في آخر الأمر دعا الله بالنصر للمسلمين، ودعا الله أن يكتب له الشهادة، وأقسم على الله، فالله أجاب دعاءه فنصر المسلمين واستشهد رضي الله عنه. نعم. براء بن مالك رضي الله عنه كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه، وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين في الجهاد يقولون يا براء أقسم على ربك، فيقول يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، فيهزم العدو. فلما كان يوم القادسية قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء رضي الله عنه شهيدا. هذا من كرامات الأولياء. وخالد بن الوليد رضي الله عنه حاصر حصنا منيعا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم. لا نسلم. نعم. نعم. وخالد بن الوليد رضي الله عنه حاصر حصرا منيعا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه فلم يضره. وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه الفارس المشهور والقائد المظفر، حاصر حصنا من حصون المشركين فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم، تحدي من باب التحدي، فشربه وهم ينظرون فلم يضره رضي الله عنه، مع أن السم يقتل. هذا من كرامات الأولياء. نعم. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. نعم. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان مجاب الدعوة، هذا من كراماته أنه مجاب الدعوة، ما دعا الله بشيء إلا أجاب الله دعوته، وهو القائد المظفر الذي قاد القادسية وفتح العراق وهزم كسرى وقيصر. نعم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية، فبينما عمر رضي الله عنه يخطب فجعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فقدم رسول الجيش فسأل فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا، فإذا بصائح يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. وهذا من كرامات الأولياء التي جرت على يد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد جهز جيشا إلى المشرق، فبينما هو يخطب الجمعة على منبر المدينة إذ صوت فقال يا سارية الجبل، القائد ينادي القائد يا سارية الجبل، فسمعوا صوته وهم في المشرق ولجأوا إلى الجبل فحماهم الله وهزموا عدوهم. هذا من كرامات الأولياء أن الله بلغ صوت عمر إلى المسافة البعيدة ونفع الله بذلك، هذا من كرامات الأولياء، وإلا فالصوت لا يذهب بعيدا، لكن هذا من الكرامات التي هي معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما عذبت الزبيرة رضي الله عنها على الإسلام. ايش عندكم؟ الزبيرة، الزميرة منه في نسخة سلمك الله الزنيرة الرومية. على كل حال الأمر سهل يحقق في اسمها. نعم. ولما عذبت رضي الله عنها على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها، فقال المشركون أصابت بصرها اللات والعزى، قالت كلا والله، فرد الله عليها بصرها. وهذا من كرامات الأولياء أن هذه المرأة الصالحة لما تمسكت بدينها وصبرت على أذى المشركين
وذهب بصرها. قال المشركون هذا مس من اللات والعزى من آلهتهم. فقالت رضي الله عنها كلا والله. فأعاد الله لها بصرها بعد العمى. هذا من كرامات الأولياء. نعم. ودعا سعيد بن زيد رضي الله عنه على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت. هذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب، وأبوه زيد ابن عمرو بن نفيل هذا من الذين هداهم الله في الجاهلية إلى التوحيد، فوحد الله وأنكر عبادة الأوثان، وله أشعار في هذا في الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك. ابن هذا سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، فوله له بستان أو حائط في المدينة، وبجواره بستان امرأة، فأدعت عليه المرأة أنه أخذ شيئا من حائطها، أخذ شيئا من حائطها، وكذبت عليه في ذلك، فدعا عليها لأنها كذبت عليه، فدعا عليها أن يقتلها الله في أرضها، فالله جل وعلا استجاب دعوته فأهلك هذه الكاذبة في أرضها. نعم، أعد العبارة. ودعا سعيد بن زيد على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت. نعم، استجاب الله دعوته لأنها كذبت عليه، فأعمى الله بصرها وسقطت في حفرة وماتت. هذا من كرامات الأولياء. نعم. والعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، وكان يقول في دعائه يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، فيستجاب له. نعم، العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، يعني الأحساء، لأن الأحساء كانت في ذاك الوقت تسمى البحرين، فهي البحرين في ذاك الوقت، وكان يدعو بهذا الدعاء فيستجيب الله له. هذا من كرامات الأولياء. نعم. ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء والأسقاء لما بعدهم فأجيب. وكذلك من كراماته رضي الله عنه أنهم لما فقدوا الماء وأشرفوا على الهلاك دعا الله لهم واستسقى لهم فسقاهم الله. نعم. ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم. لما حال البحر دونهم دعا الله سبحانه وتعالى أن يمشي الخيل على البحر، فمشت ولم تبتل سرج الخيل. هذا من كرامات الأولياء. نعم. ودعا الله أن لا يروا جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد. نعم، رفعه الله سبحانه وتعالى، أجاب الله دعوته. نعم. وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار، فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، ثم التفت إلى أصحابه فقال تفقدون من متاعكم شيئا حتى نقف على هذا. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول هل ورد تسمية المعجزة في القرآن والسنة بهذا الاسم؟ آية الذي ورد في الكتاب والسنة تسميتها آيات، لكن العلماء يسمون معجزات ولا مانع من ذلك.
نعم. وإلا هي في الكتاب والسنة آية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ كلاهما خارق للعادة، ولكن المعجزة تجري على يد النبي، وأما الكرامة تجري على يد الولي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هناك من يقسم الكرامات إلى نوعين، نوع الكشف والعلوم ونوع القوة والقدرة، فهل هذا التقسيم صحيح وهل عليه دليل؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: بالنظر في كتب السير نلاحظ أن التابعين أكثر كرامات من الصحابة رضي الله عنهم، فهل يكون في هذا فضل للتابعين على الصحابة؟ نحن قلنا وكررنا أنه ليس من لازم الولاية أن تكون للولي كرامة، ما هو بلازم، هذا ليس بلازم، وإنما تجري الكرامة لأحد أمرين، إما لحجة وإما لحاجة، وليس الولي إذا لم تجري على يده كرامة أنه ناقص أو أنه ليس بولي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل كل ما ذكر سابقا من كرامات الصحابة والتابعين أسانيدها صحيحة؟ والله ابحث عنها، لو صرت شاك فيها ابحث عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل نقول إذا ذكرت مريم بنت عمران عليها السلام، هل نقول عليها السلام أم نقول رضي الله عنها؟ كله جائز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: يذكر من يموت على التفجيرات في هذه الأعصار بأنهم ينظرون إلى وجهه وهو أبيض أو أنه يضحك. نعم. يقول: يذكر أن من يموت على التفجيرات في هذه الأيام أنهم يقولون انظروا إلى وجهه أبيض وهو يضحك، هل تعتبر هذه كرامة وهل هي علامة على أن جهادهم صحيح؟ أول شيء هذا كذب، أغلبه كذب، ما هو صحيح. وثانيا لو وجد شيء من هذا فربما يكون من باب التخييل لأجل الفتنة، فهم ليسوا على حق وهم آثمون في فعلهم هذا، فهذا لا يغتر به أبدا. أول شيء أنه كذب، الغالب أنه كذب، وجرب هذا أنهم يدعون أنه يفوح منهم روائح وأنهم وصار كذب، صاروا هم يحطون ريحان ولا شيء ويقول هذا من الكرامات، وهم اللي محطين الريحان ومحطين الطيب حيل، هذا كله من الكذب والتدجير. وعملهم هذا ليس صحيحا، الكرامة إنما تجري مع عمل صحيح صالح، وهذا عمل فاسد وليس صالحا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل معجزة زيادة الطعام والماء وتكثيره من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها قد تكون لغيره كرامة؟ قد تجري كرامة لغيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: بعض من يقوم بالأمور الخارقة لا ينسب ذلك لكونه من الكرامات، بل ينسبه إلى قوته وكثرة المرنة والتدريبات، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ليس بصحيح. الإنسان بشر، ولا يأتي بشيء خارق للعادة. حتى الأولياء وحتى الرسل ما يأتون بالمعجزات هم، قل إنما الآيات عند الله، يعني المعجزات عند الله. الرسول ما يأتي هو بمعجزة، هذا من الله. الولي ما يأتي بالكرامة، هذه من الله سبحانه وتعالى. فكيف يقولون إن هذه نحن نعملها وإن مهارتنا وإن هذا كذب. وهذه الأمور التي يمارسونها إما أنها من القمرة والسحر الذي يخيل إلى الناس، وإما أنها من أعمال الشياطين تخدمهم. الشياطين تخدمهم، تحملهم في الهواء، تمشي بهم على الماء، على النار، إلى غير ذلك. فهذا لا يخلو، إما يكون من باب السحر التخييلي، وإما يكون من عمل الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يمكن أن تحصل كرامة للولي
من جنس آيات الأنبياء كإحياء الميت وإبراء الأكمة والأبرص؟ قد يكون هذا، وهي معجزة للنبي، ما حصل عليها الولي إلا بسبب اتباعه للنبي، فكل كرامة للولي فهي معجزة للنبي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الدعوة إلى الله بذكر كرامات الصالحين حتى ينشط الناس في العبادة؟ هذا ما إنما يذكر لأجل العلم به والرد على من أنكره، لأن المعتزلة ينكرون الكرامات، ينكرون كرامات الأولياء، فيذكر هذا من باب الرد عليهم. أما أنه يذكر عند عامة الناس والذين لا تتسع مداركهم وإيمانهم، لا يتسع لهذه الأشياء، فلا تذكر عندهم، لأنها ربما تزيدهم فتنة أو استغراب أو استنكار. وعلي رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. وأيضا هذا يذكر أول شيء للرد على من ينكر من المعتزلة والعقلانيين هذه الأشياء. ثانيا يذكر هذا من أجل الرد على الذين ينسبون الكرامات لأولياء الشيطان، فيبين أن هذه ليست كرامات وإنما هي خوارق شيطانية، فيفرق بين الكرامة وبين الخارق الشيطاني. هذا القصد من ذكرها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يستدل بعض الخوارج المعاصرين على العمليات الاغتيالية بقصة قتل محمد بن مسلمة رضي الله عنه لكعب بن الأشرف، فما هو الرد عليهم؟ يا أخي، الذي أرسل محمد بن مسلمة من هو؟ أليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهو ولي الأمر، الذي أرسله ولي الأمر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أرسل ولي الأمر من يقتل مفسدا فلا مانع من ذلك، هذا يرجع لولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى الظلة في كرامة أسيد بن حضير رضي الله عنه؟ الظلة الغمامة، الغمامة التي لها ظل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. نعم، يعني غمامة، سحابة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التحفة العراقية في الأعمال القلبية، حيث قال: وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة؟ ما في شك أن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة على الدين، فإذا وفق الله المسلم للاستقامة فهذا إكرام له من الله سبحانه وتعالى. ولو لم تحصل على يده كرامة خارقة، فتوفيقه للدين وثباته عليه هذا إكرام من الله له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لو قال شخص إن هناك رجل معاصر حصلت له كرامة، فهل نصدقه؟ نعم، إذا كان مؤمنا تقيا، إذا كان مؤمنا بالله تقيا وحصل خارق للعادة فهي كرامة. نعم، الكرامات ما هي محصورة في وقت دون وقت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعت الصوفية يستدلون بقصة عمر في قوله يا سارية الجبل على الكشف الصوفي، فما الرد عليهم؟ ما نعرف الكشف الصوفي، هذا ما هو من الكشف الصوفي، هذه كرامة من الله لعمر لحاجة الناس. أنتم سمعتم أنها لا تجري الكرامة إلا لحاجة للمسلمين أو لحجة في الدين، فالذي حصل من عمر هذا لحاجة بالمسلمين، لأن العدو أرهقهم، فالله ألهم عمر أن ينادي وبلغ صوته إلى القائد، فانتفع المسلمون بذلك، فهذا من الكرامات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة من بعض الشباب الذين عليهم سمات استقامة أن لهم حركات في بعض المهرجانات، وهي الاستلقاء على لوح مسامير
أو سحب السيارة باللحية أو المشي على الجمر، فما حكم هذه الأعمال؟ هذولا ما يظهر عليهم صلاح، هذولا يظهر عليهم فساد، هذه من أعمال الشيطان، إما أنها سحر تخييلي أو إنها من عمل الشيطان يعمل هذا لهم خفية ولا يرى لأجل تضليل الناس، والذي يعمل هذا ليس من الصالحين، الذي يخاف الله ويتقيه لا يعمل هذه الأعمال. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي لا يعمل السحر والقمرة أو يعمل أو يستخدم الشياطين أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يرث المسلم الكافر؟ وكيف ورث النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن الحبشية من أبيه؟ هذا قبل النبوة، هذا قبل النبوة. نعم. والنبي يرث من أبيه، لكنه لا يورث، الرسول لا يورث، أما أنه يرث فلا يرث. نعم، مثل غيره. أما قوله تعالى: وورث سليمان داود، كلاهما نبي، فهذا المراد به إرث النبوة، أو بإرث المال، إرث النبوة. نعم، كما قال زكريا: هب لي من لدنك وليا يرثني، يعني يرث النبوة، ويرث من آل يعقوب، يعني من الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: البراء بن مالك رضي الله عنه كان يقسم على الله، السؤال: ما هو أو ما هي لفظة القسم التي كان يقسم بها البراء؟ والله ما رويت لنا، لكنه يقسم على الله. نعم. مر بنا، لو رجعت إلى آخر القادسية. نعم، ماذا قال؟ أبهمها. إيش قال؟ يقول: سلمك الله، يقول: يا ربي أقسمت عليك، أيه؟ لما منحتنا أكتافهم أقسمت عليك، هذا هو. نعم. طيب، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما رأيكم في كتاب الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، الجامع الصحيح من دلائل النبوة؟ والله ما اطلعت عليه أنا، لكن الشيخ مقبل محل ثقة وعلم، درس في الجامعة الإسلامية، وهو داعية إلى الله ونفع الله به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد ظهر رجل في القنوات يقول: كل ما صح أن يكون معجزة للنبي صح أن يكون كرامة لولي، وخطأ شيخ الإسلام في نفي ذلك، نرجو البيان. المعجزات لا تكون لغير الأنبياء، المعجزات لا تكون لغير الأنبياء أبدا. نعم. والتجرؤ اليوم ازدراء العلماء هذا كثير اليوم، هذا علامات الضلال وعلامات الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، صارت الروابضة تخطي شيخ الإسلام ابن تيمية، تخطي إلى أئمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل المصائب التي تصيب أهل الخير من العلماء والصالحين من المتقدمين، هل إيش؟ يقول: هل المصائب التي تصيب أهل الخير من العلماء والصالحين من المتقدمين والمتأخرين مثل الإمام أحمد وشيخ الإسلام وغيرهم، هل تعتبر علامة خير لهم، وهل للمسلم الفرح بذلك؟ الذي يصبر على أقدار الله هذه علامة الإيمان، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لا سيما إذا كان هذا في سبيل الدعوة إلى الله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما جرى على الإمام أحمد وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى غيرهم من الأئمة والدعاة إلى الله هو من هذا الباب، من الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: إدارة التعليم للبنات بإحدى المناطق أرسلت اليوم تعميما لكليات البنات بأداء صلاة الاستسقاء غدا داخل الكلية،
والإداريات والطالبات يسألن هل يصلينها جماعة وهل تقوم واحدة منهن بالخطابة أم يصلين منفردات؟ والله السنة إذا اللي يريد السنة أن المسلمين يخرجون ويصلون جميعا رجالهم ونساؤهم، تكون النساء خلف الرجال، هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما التفرق وكل يصلي في مكانه بدون فتوى وبدون، فهذا من الضياع، هذا من الضياع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الضابط في نظر المرأة للرجال الأجانب؟ النظر إذا كان لشهوة، نظر المرأة إلى الرجل إذا كان لشهوة فلا يجوز هذا. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أما إذا كان لحاجة من غير شهوة فلا بأس بذلك، للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لدي قريب وهو مدمن على المخدرات، وتزوج وزوجته لا تعلم بأنه مدمن، وهو الآن مطلوب لمكافحة المخدرات ولا أحد يعلم بذلك. السؤال: هل أقوم بالاتصال على أبي زوجته لأخبره بذلك حتى يتدارك الأمر، مع العلم أني قمت بمناصحته، وما واجبي تجاه هذا العمل؟ نعم، بلغ ولي أمر المرأة يصونها ويحفظها لئلا تقع في هذا المستنقع الخبيث، فبلغ ولاة أمورها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن الإمام ابن القيم رحمه الله كان في أول أمره متصوفا ثم تراجع بعد اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية؟ وش عاد فائدتكم من هذا؟ تبحثون عن تاريخ ابن القيم الإمام الجليل الذي ورث علم شيخ الإسلام ابن تيمية ونشره؟ ما له داعي للبحث في هذه الأمور والتنقيب عن هذه الأمور. يا أخي نقب في نفسك، نقب في نفسك، ولا تتبع يعني عثرات الناس أو النقص في غيرك. نعم، ما كان لكم أن تقولوا هذا الكلام في ابن القيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم لبس البنطال في بلاد الكفار؟ لأني أعيش هناك وهي بلادي. هذا يتبع عادة البلد، إذا كان عادة البلد هذا اللباس تلبسه، أما إذا كان عادة البلد غير اللباس تلبس لباس البلد ما لم يخالف الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعضهم يقرأ خطوط الناس وينظر في تواقيعهم ثم يخبر عن أخلاقهم وحالاتهم الصحية، وأن بعضهم يغضب وبعضهم دائما يفشل في عمله. هذه شعوذة من الشعوذات الباطلة، والكتابة لا تدل على هذه الأمور. هذا مثل اللي يقرأ الكف ويقرأ الفنجان ويقرأ ما أدري كيف ويعلمك عنه، هذا كله من أعمال الشياطين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما معنى قولهم فلان هو من الموالي أو مولى لبني فلان؟ عتيق، يعني من الموالي يعني من العتقاء، كان رقيقا ثم أعتق. تعرفون الولاء أنه من أسباب الميراث. نعم، وهو العتق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قال شيخ الإسلام رحمه الله في الكرامة التي وقعت لعامر بن فهيرة، قال: وعامر بن فهيرة رضي الله عنه قتل شهيدا، فهل هذه شهادة له بالجنة؟ نعم. هل قول شيخ الإسلام وعامر بن فهيرة رضي الله عنه قتل شهيدا يعني ترجى له الشهادة ما دام أنه صحابي، وأنه قتل في الجهاد في سبيل الله ترجى له الشهادة؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل اشترى القرض العقاري بسيارة علما بأنه باقي على القرض أكثر من سنتين. نعم، رجل اشترى القرض العقاري بسيارة. القرض العقاري؟ أي نعم، رجل اشترى القرض العقاري بسيارة. لا يجوز بيع القرض العقاري، بيع القرض العقاري لا يجوز، لأنه بذل لأجل المحتاج يبني به بيتا يسكنه، ألا يجوز أن يتخذ للتجارة والبيع والشراء؟ هذا خلاف ما جعل له القرض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: اختلف بعض الإخوان في الحجامة،
هل تنقض الوضوء أم لا تنقضه؟ فما هو القول الصحيح في هذا؟ القول الصحيح أنها تنقض لأنها دم كثير، لأنها دم كثير فتنقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي السنة بالنسبة للشارب؟ هل هو القص أو التقصير أو الحلق أو الاستئصال؟ أو إيش؟ الحلق أو الاستئصال. حف، الحف والقص والتقصير بمعنى واحد. أما الحلق فهذا يكره لأنه يشوه الوجه. نعم. لكن يجز، الذي جاء في الشارب أنه يجز، أنه يحفى، أنه يقص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل هناك منظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية في القضاء والقدر، وهل هي صحيحة في نسبتها إليه؟ والله أنتم الظاهر تتشككون بكل شيء. نعم، شيخ الإسلام له رد على الرافضي الذي تائية القدر التي شرحها الشيخ ابن سعدي، تائية مشهورة، رد بها على رافضي خبيث يعترض على القضاء والقدر، وهي موجودة في الفتاوى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لإمام المسجد أن يعين يوما في الأسبوع بحيث يكون معلوما عند جماعة المسجد يخصصه لإحضار من يقوم بدعوة المسلمين، وهل في مثل هذا التخصيص بأس؟ إذا كان الداعية لا يتفرغ إلا في هذا اليوم، أو لا يتأتى له إلا في هذا اليوم، أو الناس ما يجتمعون يكثرون إلا في يوم معين، لا بأس. إذا كان اختيار اليوم له سبب فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل هناك قول مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال بعد التثاوب؟ التثاوب لا يقال بعده شيء، إنما الذي ورد أنه يكظمه ما استطاع، فإذا لم يستطع يضع يده على فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحد البنوك التجارية يضع جوائز تشجيعية لمن يودع مبلغا من المال في هذا البنك، وتنال هذه الجائزة عن طريق القرعة، علما بأن المال باق بدون حصول فائدة، فما حكم هذه الجائزة والاقتراع؟ هذه هي الفائدة، هذا استثمار، نوع من الاستثمار، فلا يجوز هذا. الإيداع في البنك لا يجوز إلا عند الضرورة، إذا كان عندك دراهم تخشى عليها من الضياع أو السرقة، وليس هناك مكان آمن إلا في البنك فتودعها للحفظ فقط، هذا للضرورة. أما أن تأخذ عليها جوائز أو أرباح فهذا هو الربا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الرد على من يستدل بفهم الحديث القدسي: وما يزال عبدي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلى آخره، أنه يسمع بسمع الله، ويستدل لذلك بكرامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يسمع إيش؟ أنه يسمع بسمع الله. سمع الله؟ من قال هذا؟ يعني هذه وحدة الوجود، هذه طرف من وحدة الوجود، اللي يقول المخلوق هو الخالق.